المحلي. ارحب بك بداية استاذ فيصل. اهلا وسهلا استاذ احمد. بداية سيد فيصل، تصريحات جديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوجيه تعليماته للاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة أي خطر قد يحدث أو أي تحرك ربما تركي قطري في مناطق التوتر التي رسمت عليها الخطوط الحمراء لحماية الأمن القومي المصري وكذلك الليبي. هل هذه التحذيرات تنذر بمواجهة مباشرة بين القوات المسلحة الليبية والغزو التركي في مناطق التوتر؟ نعم، بداية مساء الخير. في ظني بأن هذه الرسائل عادة ما تطلقها القيادة المصرية عقب أي نوع من التحركات تأتي من الطرف الآخر. لاحظناها في خطاب الرئيس السيسي عقب إعادة التموضع للقوات المسلحة في 3/6 الماضي، كانت التحذيرات في 21 يونيو في الخطاب الشهير في منطقة سيدي براني. في تلك الفترة كانت هناك نوع من التصعيد يتحدث عن الأتراك بأنهم من الممكن أن يقوموا بالتدخل في مدينة سرت وقاعدة الجفرة. الآن لاحظنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا يرفع من جاهزية القوات المسلحة المصرية ويعطي رسائل، هي رسائل للخارج بأن إذا ما حدث أي هناك نوع من التصعيدات تأتي من الجانب القطري أو التركي، بالأخص زيارة وزيري الحرب لهاتين الدولتين. الرد كان سريع جدا من خلال إيفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد اللواء خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وبالتالي هذه الرسالة من هذا المستوى العالي من القيادة المصرية وينقلها في مستوى عالي أيضا وهو المتعلق بتحركات الجيوش، إدارة الاستخبارات العسكرية أو المخابرات الحربية هكذا تسمى في مصر، هي المتخصصة في نقل المعلومات المتعلقة بتحركات الجيوش للدول المعادية. وبالتالي هذه الرسالة تأتي في هذا الإطار، حجم التحديات متعلقة بحجم المعلومات استغرقت قرابة الساعتان توصيلها مباشرة للقائد العام، وبالتالي هذا الجانب المعلوماتي لم ينقله وزير الدفاع السيد محمد زكي ولكن نقله السيد خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية. هذه الرسائل كلها بالتأكيد هناك فيها تفاصيل ولكن مضمونها هو واضح والعنوان واضح، بالأخص بعد وصول الطرفان التركي والقطري والحديث عن قاعدتان في مدينة مصراتة وفي أيضا قاعدة عقبة بن نافع. نعم، هل برأيك ستقدم التحركات التركية والدعم القطري أيضا والمجموعات المسلحة التابعة لها بالهجوم على مناطق سرت والجفرة بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيه تعليماته للقوات المسلحة المصرية بالجاهزية التامة؟ هو هكذا يتطلب الموقف من القيادة المصرية أن تعطي رسائل للخارج، لكن لا ننسى بأن القيادة المصرية والأتراك هما حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هناك كثير من حجم التقارير اليوم اطلعت على بعض منها بأن الأتراك قاموا بتجميع قرابة 1,700,000,000 من الخارج تحديدا من جماعة الإخوان المسلمين لتمويل مثل هذه العملية. ايضا قد يكون من المحتمل ايضا للقطريين ان يدخلوا في مثل هكذا عمليات، ولكن في ظني بان حلفاء الولايات المتحده في المنطقه المصريين والاتراك اعتقد بانهم بنفس المستوى وبنفس الاهميه. ومن هنا لن يسمح الولايات المتحده بعمليه الاشتباك، ولكن هذه رساله من القياده المصريه تعطي نوع من الطمأنه للليبيين وايضا تعطي نوع من رسائل التحذير لاي طرف يحاول انتهاك ما جرى تحديدا في خطابات 3/6 في مصر وايضا خطابات 21 يونيو في منطقه سيدي براني. نعم، المحلل السياسي السيد فيصل بوريقة كنت معي عبر الهاتف مباشره من البيضاء، اشكرك جزيل الشكر.